شكرا، الحمد لله، بشكره مع التكريم طبعا. و2014 كانت سنه مهمه بالنسبه لي، كذا عمل مهم واهمهم سجن النساء يمكن، فسعيده بنجاح دوري فيه. يعني يمكن انا تعبت فيه وكان دور صعب، والحمد لله يعني توفقت فيه، وببارك لكل الناس طبعا اللي اتكرمت وخدت جوائز، وكمان تحديدا من مسلسل سجن النساء.